أولا زي ما أنتي قلتي talent is not enough at all. في مليون حد عنده talent, وأنا شفت ده بنفسي. ناس وأنا بدرس أوبرا في ألمانيا, مغني يعني, ناس جاي تدرس تانية عندهم talent يعني ما تقدريش يعني مش عارفة ما تقدريش تحتضني من كتر ما هو it's huge. بس في الآخر دي يعني ما مش بيعرفوا يكملوا. بيبقى في أسباب كتير, زي أهم الأسباب هي ممكن الشغل, إن الواحد يبقى عارف إن هو ده مش كفاية, لازم أشتغل أكتر وأكتر, لازم أحسن من نفسي وأحسن من التالنت ده. وكمان البرسيستنس, ده الإصرار. صح, هي كلمتك كانت الاجتهاد والإصرار. أيوة صح بالضبط, فعلا الإصرار, إنك يعني إن يبقى في consistency في اللي أنت بتعمليه, وواثقة من اللي أنت بتعمليه, وبتشتغلي عليه, مش بتعتمدي على حاجة. عشان كده بقولك أنا مش بحس بالحاجات اللي أنا بعملها دي, ببنساها.